السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. شكرا للناس الجديده اللي تابونات معنا، والحمد لله القناه هي طالعه وبشويه بشويه. والناس اللي كتتبعني، الدعاء ديالكم، التشجيع ديالكم، الدعم ديالكم كامل كنشوفه. تبارك الله عليكم حتى نتوما. القناه ديالكم ماشي ديالي، اي واحد كيعمل اليوتيوب راه كيعمل ليكم ماشي لي راسو صافي. المهم اخوتي، بزاف ديال الناس دايما كيسقسوني كيقولوا لي عاودنا القصه ديالك، كيفاش جيتي اسبانيا؟ عاودنا القصه ديالك، كيفاش حركتي؟ يعني سبق لي عاودت في بعض اللايفات، كنت كنعمل شي لايفات هدايا وجابت هضرنا و يعني عاودت شي قصه يعني. ولكن اليوم ان شاء الله قلت غنعمل لكم الفيديو وعن دار القصه، كيفاش جيتنا هاد الارض السعيده يعني من البدايه الى يومنا هذا. المهم اخوتي، اليوم ان شاء الله نعاودكم القصه ديالي، فوقاش طلعت وكيفاش طلعت وفي مشيت وفي جيت، حتى عملت الكويرت ديالي، وباقي عاود ان شاء الله نعاودكم كيفاش عملت الطريقه اللي عملت بها الكويرت. المهم كل حاجه غيكون عندها وقتها. المهم اخوتي، ان شاء الله اليوم غنقول لكم الطريقه كيفاش جيت بها اسبانيا. نبداو على بركه الله. انا في عام 2006 كنت كنقرا في الثالثه اعدادي، يعني انا في 2006 كان عندي اخر سنه دراسيه، كنت كنقرا في التاسعه اعدادي، السنه الثالثه ملي قريت فيها. يعني انا تلت التاسعه، قريت السابعه والثامنه والثامنه والتاسعه والتاسعه والتاسعه، 6 سنين في اعدادي. المهم طبعا هودنا السابعه، بدينا كنقراو العام الاول العام الثاني، نتوما كتعرفوا السن ديال المراهقه، الانسان كيكون مراهق كيبدا يخرج يتسارق كيبانوا له شي حوايج. المهم عاشرنا الدراري، بدينا كنخرجوا مدرسة كنهربوا ما كندخلوش، صافي بدات كتبان لنا في الحريق، صافي بدات كتبان لنا في يعني الدراسة ما غادي نستافد منها حتى شي حاجة. المهم اخوتي، عاود التاسعة، عاود التاسعة العام الثاني كان عندي مشاكل في المدرسة، عطاوني تقرير التزام مع واحد المعلمة، واحد الأستاذة اللغة العربية كان عندي معاها مشاكل، صدقوا ديك العام جيبني واحد المعدل، نتوما كتعرفوا الاعدادي وكينجحوا بالانقاذ، يعني كيطلعوا الانسان على 8.02 مثلا على 20 على حسب. انا كنت عندي تقريبا واحد تقريبا 9، وديك العام هذاك عطاوني الطرد، يفصل عن الدراسه في موسم 2005 2006، عطاوني الطرد اخوتي العام الثاني ديال الاعدادي. شنو عملت؟ بقيت كنخمم مع راسي كيفاش شنو نعمل، باش نعمل باسابورتي، باش نعمل باسابورتي ما عنديش شهاده العمل، ما عنديش. مشيت مدرسة جبت شهادة مدرسية، جبت شهادة مدرسية في آخر السنة، كانوا صيفطوا لنا البراوات، دوزنا الجهاوي. المهم مشيت طلبت شهادة مدرسية، عطاوني شهادة مدرسية ما فيهاش يتابع دراسته، عملي يفصل عن دراسته في موسم 2005 2006. صافي دفعت الباسابورتي ما قبلوهاليش، قالوا لي هادي ما مقبولاش. كان عليا حل واحد هو نعمل طالب، مت واحد الطالب انا واحد مجموعة الدراري عملنا الطالب، رجعوني المدرسة قبلوني، داك الطالب قبلوني، صافي ضربت 15 يوم خرجت الشهاده المدرسيه، دفعت باسابورتي، باسبور كان كيتعطل 3 شهور، كان عقل دفعته في الولايه، صافي شبرت باسابورتي فيه تلميذ. داك العام هذاك في الصباح كان هو السبت نخدم في الديوانه، وفي العشيه كنجيب اوراقات الدخول وندخل المدرسه. بقيت حتى كملت العام، كملت العام في 2005 2006 في شهر 6 تكملت العام، عملت الجهاوي بلا كان يعني كندخل كنعمل السميه ديالي وكنخرج، عمر التكوين المهني. المهم مشيت التكوين المهني باش نعمل مباراه، انا عملت الشعبه ديال الهيكل نوع، عملت الكتروميكانيك، وما جيتش في المجموعه الاولى، جيت في المجموعه الثانيه اخترت الهيكله وصباغه السيارات يعني التشابيستا. صافي جات دخل بدا الوقت ديال التكوين شهر 9 2006، دخلت للتكوين صافي، بدينا كنهاودو في 6 ديال الصباح، كنطلع في 1:30 سيمانه هايده، وسيمانه عاود كنمشي في 1:30 نص 7 د العشيه. صافي كنا كنمشيو كنبقاو نسودي وبياس تشابات. المهم هايداك هايداك، اليوم غدا اليوم غدا، وصل شهر 2 جيب 20 درهم بطاقه، جيب 50 درهم ماتيريال، كنا ما كانش عندي كانه اصلا. صافي شنو كنت كنعمل؟ كنعاود السبت، كنعاود السبت، اليوم غدا اليوم غدا. دخلت 2007، دخلت 2007 صافي، بديت كنخرج السلعه ديالي كنبيعها في تطوان، كنطلع السلعه كنبيعها، عاود شفت راسي كنتعطل، البيع السلعه كتبيع كتباع كنتعطل، رجعت كنجيبها كنبيعها، وكان
كنجيب السلعه وكنبيعها بالجمله، يعني عندي كليان كنجيب لهم السلعه اللي كنطلع، كنجيب لهم بطانيات، كنجيب لهم مسائل ديال الماكله. المهم كنت كنخلط، كنا باش شنو كنخدم. من بعد كنت كنخدم مع الدراري قبل ما نعمل راس المال ديالي، كنت كنخدم مع الدراري كنخرج كونترافاندو السلع، يعني كنخرج الجديد البالي على حساب السوق، على حساب الديوانه كيفاش خارجه. المهم بقيت هاي داك اليوم غدا، اليوم غدا جمعت واحد النصيب، بديت كنعمل راس المال ديالي كنخدم به. دابا دي كنعاودكم بدايه قبل ما نطلع كيفاش كانت السيتواسيون ديالي. المهم بديت كنخرج السلعه كنبيعها في باب الديوانه، كنطلع عند تطوان كليان عندي كيطلبوا لي السلعه. صافي اليوم غدا، اليوم غدا جات الصيفيه شهر 6 شهر 7، بدات كنخدم هيدا كنجيب السلعه كنفرق على الناس هيدا. المهم كنت كنجيب النهار ديالي كنجيب 200 درهم 300 درهم حتى 500 درهم كنت كنجيبها في النهار، كتبقى الديوانه فيها الغفله. المهم جات الصيفيه، جا شهر 8، كانوا عندي شي العائله في المغرب، جاو من الخارج كانوا كيجيو عندنا كنمشيو عندهم. كنت كنهود في الصباح السبت كنخدم، في العشيه كنجي كنمشي عندهم كنهود عندهم ماكتيل، كنخرج لهم ولادهم للبحر. المهم كنت عندي معاهم علاقه مزيانه الصراحه، هاد الله الى يومنا هذا باقا العلاقه مزيانه. شني كتسمى نتوما كتعرفوا الوقت كتلف بنادم. المهم جيت جاك شهر 8، انا كنت كنخطط كعامل واحد البلان في راسي، يعني خليتهم حتى كانوا ماشيين في حالهم، يعني هما كانوا ماشيين في حالهم. نهار 28 شهر 8 2007، انا ديك اليومين قبل هيداك بسيمانه، بسيمانه كنت خدام في الديوانه. المهم ديك النهار كانت مرونه الدنيا، كان جا واحد المسؤول وجبر الديوانه فيها الكونترافاندو السلعه خدامه شي كيخلص. المهم التخرويض شنو عملت انايا، انا ديك النهار كنت خارج من الجبل، كنت خارج بالسلعه ديالي، كنت عندي تقريبا واحد 800 درهم السخره، كنت عندي 800 درهم السخره خارج بيها، خرجت من الجبل. الناس كيقولوا لي ما تدوس من الطريق ديال البحر، دوز من الجبل، هم كيحوسوا الى اخره. كنت خارج غير الماكله، المسائل الماكله، يعني الجديد ما خارج، الجديد بحال الحوايج بحال يعني الحاجه الجديده، كتخرج غير مسائل الماكله، الجبن الصون. انا كنت خارج بالماكله. المهم وصلت فين كاين الديوانيين، في الجبل في الطريق ديال الكونترافاند، وصلت قدام الديوانيين وهو يعمل لي هو يجبد لي ديك السخره من يدي، داوها لي، داوها لي صافي، طلع لي الدم، طلعت بحالي خاسر، يعني خدام بحال لا كتقمر، خاسر صافي. بانت لي طلعت بحالي الدار صافي. كان الخميس، الخميس ديك العائله نهار الثلاثاء ماشيين في حالهم، الخميس الجمعه السبت الحد، الحد كنت كنخمم، كنت كنقول نهود نهار الاثنين غنخرج غير السلعه، غير السلعه خفيفه نبيعها بباب الديوانه باش نجيب غير النهار ديالي، بعدا كلا هوت نجرب حظي نحرر غير المركوب ديالي صافي. ديك الاثنين هوت في الصباح خرجت السلعه كنبيعها، كيجيو شي الجمايليه كيجيو من كاستيخو مدينه الفنيدق، كيجيو كيدو السلعه من باب الديوانه وكيجملوا فيها كيعاودوا فيها الجمله في كاستيخو. اما كنت كنخرج السلعه كنبيعها بباب الديوانه عاد كنرجع في بلاصه كنرجع بحالي. المهم صافي جبت النهار ديالي، جبت واحد 150 درهم، طلعت بحالي للدار، هي هذيك باش نهار ثلاثة نجرب حظي في الديوان في الحريق. المهم صافي طلعت بحالي، اتصلت مع هذيك العائلة، عارفو ما يمشيو في حالهم من البلاد، غيمشيو في حالهم نهار ثلاثة. المهم ديك الليلة بايت اخوتي قسما بالله، الصباح غير صباح ثلاثة، وهاديك الليلة بايت كنحلم راسي في باركو وطالع، بقيت كنفكر ونخمم. المهم نعاس، نوض في الصباح مع العشرة ديال الصباح، مولين الدار ما عارفين والو، نوض لبست عليا، المهم سكست هيدا التاكيطات الشورت سبردينا جديدة. المهم هزيت شي الاورو، كان عندي الاورو في الدار ما بغيتش نهزو، هزيت ورقة واحدة 10 اورو 40 درهم مغربية كنعقل وشي سنتيموس. المهم هزيت داك الفلوس ضربتهم في جيمي، خرجت في الحومة كنعملها، اقسم بالله خوتي كنجمل في الحومه هايده بحال اللي كنودا الحومه ديالي. المهم هوت في حالي هايداك، هوت انا هوت، وتعيط لواحد خالتي الله يرحمها مسكينه، الله يرحمها، الله يجعلها من اوائل الجنه، الله يجعلها من اصحاب الجنه يا خوتي، الله يرحمها والله يذكرها بخير. المهم عاد خالتي مسكينه عيطت لي، قالت لي شوف دوز عند الخضارين جيب لي النعناع والقزبر والمعدنوس والقرافص، داك الخضره انت ما كتعرف داك الشيء كتقصص كيطلعوها المغاربه النعناع الخارج،
صافي انا هوت في حالي المدينه، مشيت عند واحد المره ديك الناس ديال الجبل اللي كيبيعوا ديك الشيء الخضره وديك الشيء، قلت له اعمل لي من هادي وهادي وهادي. جمعت لي ديك الربيع كامل اللي عندها، قالت لي مشي جيب شي ميكا. مشيت شريت واحد الميكا من واحد المخبازه، جبتها لها عمرت لي ديك الشيء، قالت لي سير اولدي الله يجي يديك على اخر ويجيبك على اخر. وشوف على هضره هاد السيده كتقول لي انا ماشي للخارج، ما شافتني تقدي ديك الشيء بزاف. قالت لي سير اولدي الله يوصل لا يديك على اخر ويجيبك على اخر. قلت اللهم امين. المهم انا الوالد عندي معاه، يعني الوالد عندي معاه كما كنقولك عندي معاه كونفرساسيون، يعني بيناتنا بحال يعني واخا والد ديالي كصديق ديالي بزاف د الحاجات. يعني انا كنت قلت للوالد، المهم هوت حالي كنت عند الوالد العامل، مشيت عنده سلمت معاه قلت له شوف انا اشنو. قال لي الله يسهل عليك. انا عاود كنفكر يعني كنشوف راسي الخدمه الديوانه والو ما مداوماش ولا صنعه، فهمتي؟ فكرت مع راسي قلت له شوف اشنو. قال لي الوالد، قال لي شوف قبل ما توصل لبورتو للميناء قرا ايه الكرسي. الوالد قال لي ديك الهضره، كان هو وراجل دعامتي مع بعض. المهم مروح شي حاجه اخوتي، فيديو هيجي طويل. المهم هضرت مع الوالد صافي واحد الساعه، انا معنا ما حافظتش ايه الكرسي، مشيت هو الطريق كامله وانا كنقرا الفاتحه. اقسم بالله اخوتي الله شاهد على كلامي، كذاب يدين لعنه. المهم صافي هوت الباراده ديال التواكسيه ديال مارتيل، هوت شديت التاكسي لمارتيل، هوت مارتيل مشيت عند خالتي، عطيت لها ديك السخيره، عطيت لها ديك السخيره ديال العائله، هما كانوا عارفيني باغي نجرب حظي معاهم. المهم صافي عطيت لها ريحت معاهم شي حاجه، قلت لهم انا غادي نهوت السبت. صافي انا مشيت بحالي، هوت شديت التاكسي، هوت فحالي السبته، دخلت السبته طبعت طابع فيه 28 شهر 8 2007، طبعت دخلت فحالي، دخلت هوت في نص النهار، يعني ما هوت شي كانني براكدي غنخدم في كونتراباندو، هوت كانني يعني هوت باسيون تسارا. هوت طبعت عادي، دخلت ما خلصت ما والو، دخلت طلعت الخزين اللي كتقدم عنده كيسميوه الخزين تسالفا فوقي مع الفرافق، خليت عنده الباسبور ديالي حيت كيعرفني الكليان ديالو، خليت عنده الباسبور ديالي وهوت فحالي تحت، هوت نرامبوان في كاين ديك الرامبوان في الداخلة السبت، وبقيت جالس تمك، بقيت جالس احتاجه. وديك العائله ما عندهم ني طونوبيل ني والو، عنده غير الثقال ديالو وليداتهم والسال. جابهم شي واحد جار ديالهم، جابهم دخلهم من السبته، واصلا ديك الجار ديالهم حتى هو كان باغي حتى هو يجرب حظه. شو سبحان الله ملي كتفتح الباب كتفتح وصافي كيكونوا البيبان تسمى محلولين، راه ما كاينش اللي وقف لك في الطريق. الحمد لله حنا كنا مرضيين وباقي مرضيين، وربي حنا دائما الله ورضا الوالدين ودراعك، فهمتي؟ من دائما هادي كنقول. المهم صافي وصلت تلاقيتهم، طلعت معاهم في الطونوبيل، داك الطونوبيل ماتريكولي الف د المغرب، دخلنا هيداك وصلنا الميناء صافي، نزلوا الباجاج ديالهم سلموا مع داك السيد، انا هزيت معاهم داك الثقال ديالهم، دخلنا المرسى، دخلنا الميناء بورتو، بورتو ديال السبته. دخلنا هما مشاو يقطعوا البي ديال البي ديال كيمشيو للطاكيه، اش كنسميوها حنا في المغرب الطاكيه، يعني فين كيقطعوا الوراق. مشاو قطعوا الوريقات ديال الباطو وانا طلعت فحالي قاعة الانتظار. صافي طلعت معنا حافظ البورتو، بورتو قاري على الخريطه ديالو كامله عندي في راس السباق اللي دخلت. المهم دخلت من بورتو، طلعت من قاعه الانتظار وبقيت جالس، طلعت وما كاين حتى شي واحد اخوتي، ما كاين حتى شي واحد، والباب داك الباب اللي تيدوزو منا قد هذا الباب هادي. المهم الباب صغيره وجالس واحد بوليسيه ناسيونال، انا بقيت هايدايا جالس وكنشوف كندي عيني ما عندي والو، جالس بحال كنستنى شي واحد غادي يجي، فهمتي؟ المهم هايدا واحد شويه ويطلع واحد البنت مع يماها، وصلت قدام ديك البوليسي شاف لها الوراق وقالت له، قال له واخا نخلي، قالت له واخا نخلي الوالده تدخل معايا لداخل توصل معايا الباليزه، ما بغالاش. صافي سلمت معايا ما في ديك الباب ورجعت في حالها، ديك السيده مشات في حالها وبنتها دخلت لداخل. انا بقيت جالس واحد شويه والوحده ديال النهار ما كاين حتى شي واحد، الدنيا كتصفى في ديك القاعه شي حاجه، ويطلع ديك العائله، ديك العائله طلع وعنده الثقل، عنده السيكان وجد بنيتات وواحد العزيز واحد الوليد عنده شي 5 سنين وواحد صغير في داك الكارو كدفع امه.
طلعوا هيداك، انا مشيت عنده هزيت ديك الصاك، واحد الصاك هزيت، واحد الصاك واحد الماليطه في ظهري، والعيال صغيره هزيتو في يدي هكا، هنقول لك هزيتو هزيتو هكا. المهم وصلنا قدام داك البوليسي، وبابا بي جبد داك البطاقات مع ولادو عندهم جنسيه، جبد داك البطاقات فحال هي، نقول لك البطاقات فحال هكا، عندي لكم داك الشيء. المهم البطاقة اخوتي فحال هيدا، تما كضع الإقامة، شد ديك البطاقة هكا في يدو فحال هيدايا، عطاهم له داك البوليسي. شنو بدا كيدير دابا؟ انا كنعطيكم حتى التفاصيل. داك يعيط فلانة فلانة، وديك العو صغاري قدامي، جد بنيتات هنايا، واحد هنا واحد هنا واحد فخ. وهنا بقوة ما باغيش نبين الدهشة، كنلهي راسي مع ديك العيال صغير، وكنلهي معاه هكا، وعندي الماليطه، واحد الصاك ثقيل، على ديك اللقطه كنحس بيه خفيف، الجبل يبان لي خفيف. المهم بقيت هكاك شاد في يدي ديك الدري صغيره كنلعب فيه، وكيعيط فلانه وفلانه، وصاعيط على يماه، يماه دلعي صغيره ديماهم. عملت هيدا كنلقيت الصف مورا ديال الناس، الفيله ديال الناس، والله ما عرفتهم ديك الناس اخوتي، واش طاحوا من السما ولا طلعوا من الارض، ما عرفتي ديك الناس، حيت ديك الساعه كانت الدنيا خاويه كتصفر. المهم صافي جات يماهم مع العيال ثقيله في ديك الكارو، مشى كيشوف شاف لها الريسيدنسيه ديالها، شاف العايل هيدا واحد الساعه، قال له زيد زيد، قال له زيد، معنا كنت فوزت منهم حتى انا زدت معاهم، يعني حتى انا وليت من الفاميليا بحال ما عاقش بيا. جا هو قال لي جاب الله التيسر، دخلت من داخل، دخلت من داخل، وصلت مطاعت السكانر، حطيت الساك باش يدوز السكانر، وانا ندوز، ملي ندوز هو يعيط عليا الناسيونال، قال لي الموتشيله، كيقول لي الموتشيله، وانا نسيت الموتشيله، فهمتي شنو قال لي؟ جات العائله قالت لي الموتشيله، زولت الموتشيله من الطريق ودوزناها في السكانر. المهم دخلنا لداخل، صافي جاب الله التيسير، دخلنا لداخل قاعه الانتظار، فوتناها، دخلنا في كيس قاعه الانتظار اللي كينزلوا الناس، كيطلعوا ديك كيطلعوا الناس اللي غيطلعوا البلاد، غيطلعوا اسبانيا. صافي جا الكار مع الوحده والوحده وقسمين، قلت الكار جا الباطو، نزلوا الناس مسافرين، حنا شادين الصف واحد 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 واحد، وما عنديش البي، ما عنديش البي ديال الكار ديال الباطو. هذيك العائله شنو عمل اخوتي؟ شبر، هز بنته صغيره، هو عنده البي، رجع بنته حتى الطاكيه وتنتحت، وقطع لي واحد البي في سميه بنته، مشى عندهم قال له ما ما قطعش البي لبنتي، انا رجع نقطع. المهم شنو عمل هو؟ صافي خرج قطع بيا، ورجع عندي، جبرني تما جالس عاود مع الفاميليا، مع الناس تما، مع شي الناس نحاهم طنجة ومتطوان، يعني كانوا عارفين، يعني عاودت لهم النزيله، بقينا معاهم جالسين يعني مركزين. صافي جاب لي ديك البي، البي هكا، نقول لك البي فحال هذا البي كيكون فحال هكا، انا شديت البي هايدا في يدي، البي وبي ديال الدري صغير، شديت جوج البي هايدا مثلا، نقول لك فحال هكا، وهزيت ديك العيال والصاك، وشد الفيله، وصل زلات ديك اللي كتكون في كتشبر البيس. صافي بداو كاين الناس كيطلعوا واحد واحد، هي كتشبر ديك البيس، ما كتشوفش السميه، كتقطعهم، تقطع الاولى والثانيه، قطعت النص، خلات لي النص، والنص خلاته في يدها. المهم طلعت باطو، طلعت باركو، وما متيقش راسي اخوتي، والله ما متيق راسي. شنو عملت؟ ديك الدري صغير شادو في يدي بحال شاد في يدي الباسبور، بحال شاد في يدي حيت غير كيدوز قدامك البوليس في الباطو، انت كتبان راسك في ديك العيال صغيرة، بحال كتبان انت ما كتبانش حارة، كتبان مع العائلة، عاد كنت لابس عليا، كنبان باقي صغير، كنت عندي شي 19، المهم كنت عندي شي 19 تقريبا. المهم بقيت كندور في الباطو، جات ديك العائلة ركب كارطة فودافون، قال لي عيط موالين الدار قول لهم راك وصلتي وكذا. المهم عيط موالين الدار، الو السلام عليكم، انا في باركو، شنو شنو تيقونيش، فهمتي الوالده مسكينه ما تيقاتنيش. صافي خليتها هكاك، وصلنا للخوزيرات، صافي نزلت من الباطو، حيتاش من الخوزيرات راه ما كاينش الفتاش، حيتاش كدوز على الديوانه ديال الاسبانيول في سته، من طنجه كيكون شويه الزيار. المهم نزلنا في الخوزيرات في الجزيره الخضراء، هزيت واحد واحد الشبيكه كبيره كتدفع، كتكون ملي كتخرج من الباطو كتلقاها، حطيت فيها ديك الباريزات وداك الشيء كامل، وبقيت كندفع توصلت من باب السكانير، وصلت من السكانير حطيت داك الشيء معنا مع العائله، اذا ما كنبان شي حاجه ولا شي حاجه. صافي حطيت داك الشيء، خرجنا من السكانير، خرجنا هزينا داك الشيء، جلسنا تما داخل في المحطه على حسب عنده الكار في العشرة ديال الليل،
شوف اخوتي هاد اللقطه هادي اللي نعاودكم، شوفوا ربي العالمين، ربي ملي كيكتب شي حاجه لشي واحد. انا شنو عملت؟ مشيت نتيلي بوتيك، مشيت للوكوتوريو، مشيت نعيط للوالده، مشيت صافي دخلت للوكوتوريو، طاط 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 ضربت النمره ديال المغرب، عيطت لها، الو السلام عليكم، اما لاباس بخير، انا في الخوزيرات. عاد تما الوالده عاد حست بلي انا ما كاينش. الوالده مسكينه بدات كتدعي، الله يجيب لك التيسير، الله يسهل عليك، الله يوفقك. انا في ديك الساعه اخوتي بحال شبرتو شي سيف، كنتو ديك السيف اللي كتبر شي واحد كتعطي داك خباط كتفتحو هايدا، بحال ضربتيني هكا. حسيت بحال واحد صافي، بحال ديك بيني وبين ديك العائله صافي تسالات الحياه، يعني تشد بيناتنا، جا بيناتنا واحد الحائط، واحد السياج اللي مستحيل تقدر تدوزو. واخا تقدر تدوزو تفوتو على مده، يعني تقدر تفوتو على عام على عامين، يعني كانك بحال انت في شي حبس معالي الحيط وما تقدرش تخرج. تقدر تخرج نوبه في العام، يعني صافي ديك الحياه الاسريه، جالس مع موالين الدار، الاعياد، الطقوس، التقاليد، العادات مع موالين الدار، ثلاث يعني تولي عايش واحد الحياه مسؤوليه ديالك، يعني الجايزه خليتيها في البلاد. حسيت بديت كنبكي يا اخوتي، اقسم بالله بديت كنبكي، حسيت بواحد الاحساس شحال نقول لكم، يعني كانك بعيد، يعني واحد العالم اخر بديتي فيه. وطلعت صافي خرجت كنبكي هيداك، بديت كنهضر مع العائله هدايا، واحد الساعه قال لي شوف كما كتب لك الله تطلع معايا في الباطو، كتب لك الله تطلع معايا حتى في الكار. ديك العائله اخوتي كان مقطع البيس ملي كنهاود، يعني هو ضرب شهر في المغرب، كان مقطع البيس ديال ضد الفوت والطلوع ديال الكار قبل ما يطلع بحال، ومقطع بلاصه زايده. قال لي انا ديما كنقطع بلاصه زايده في الكار باش ولادي كينعسوا في الطريق. وشوف سبحان الله العظيم ديك البلاصه هذيك كتبت ليلي صافي. وجا العشرة د الليل الكار، طلعنا في الكيران، شديت بلاصتي مع الواش غابين، قلع الكار في العشرة د الليل غيطلع لمدريد. انا خوتي طالع في الكار، ما هي ساعة ما هي جوج، كنتو في الليل وداك الحيوط مصبوغين، كنقول دابا وما وقفونا الغوار ديال سي بلما تيقتي راس، كنقول باقي ما وصلتش. اش كنعمل؟ كنعمل ها كنطلف ديك الباسيو ديال الكار، كنلقى كلشي ناعس، انا بوحدي اللي فايق. صافي كتوصل محطة الاستراحة، كنزل، ملي كنزل اش كندير؟ كنزل كنخشي راسي مع الواو صغاري، يعني مع العائلة كتكون مع الواو صغاري ما ينواوش فيك حاجة ياك، حيتاش دوك المحطة ديال الاستراحة بحال في مالاغا، غرانادا، كوردوبا، كيكونوا البوليسية السيكريتا، فهمتي؟ الحناش كيكونوا تماك، كيكونوا قاريين ديك كي الكار اللي كيدخل يقدروا يوقفوك، إلا شكوا فيك يوقفوك، يقولوا لك دوكومنتاسيون، كاملوا الخدمة ديالهم. المهم بقيت هكاك طالع، كان بلاصه اللي كان مستراحه، كنزل كنتقاوى معاهم ومايدا، حتى وصلنا لمدريد. مدريد عاود نزلنا في ستاسيون ديال الشور، مع نزلنا في ميدين سالفاري شي حاجه هكا في واحد المحطه. صافي من تما مشينا لابيني دا امريكا، شبرنا عاود كار، مشينا لبويبلو في ساكن ديك العائله. صافي اخوتي صافي مشيت عندك، مشينا عندك البويبلو في ساكنين هما، 6 الصباح كنا تماك، صبحنا الصباح وانا ما ناعس والو. الصباح كنشوف غير ديك الناس كيخرجوا الكلاب، كان نهار طويل شهر 8، الناس كيخرجوا الكلاب عيدا في الصباح، ديك الشيبانيات والدنيا غنقيه، واحد الموندو يا اخو كنشوف بنادم كيضرب اسبانيا، ولا قد ديك السبته هذه ماشي سبته اسبانيا، ما كنتش متيق راسي اخوتي والله العظيم. في العشيه مشيت عيطت للوالده، عاد جبرت الوالده مسكينه عليها الشوقه ديال الجيران وهادي. ايوا هادشي اللي كان اخوتي، هادي القصه اللي طلعت فيها، وباقي ان شاء الله نعاودكم. كنشكر داك الناس اللي طلعت معاهم، يعني الخير ديالهم عمري ننساه، واخا شحال ما اتصلت بهم ولا اتصلوا بيا ما عنديش النمره ديالهم، ولكن ديما كنسقسي فيهم ولي الدار حتى هما كيسقسيو فيا، الحمد لله العلاقه ديالنا باقا مزيانه. واش غنقول لكم؟ يعني هذه هي القصه باش جيت بها اسبانيا. اللي بغيت نقول لكم اخوتي، اللي عنده اي واحد شي حلم في حياته باغي يحققه راه يقدر يحققه. انا كان الحلم ديالي نطلع، وداك الشيء اللي كنت بقيت في المغرب كنت غنعطيها الادمان، المخدرات، ما تعرفش انا شحال الدراهم الحومه ديالي هوت بكاوني، شحال من واحد كان كيخدم معايا في سبته هوت جبرتو بكاني، عرفتي جبرتو الادمان، شحال اللي في الحبس، اللي مات، اللي نقد راسو طلع، اللي بقى تماك اغلبيه ديالهم الله يعفو السلام. عادي ما نقول لكم اخوتي، يعني الانسان اللي كان اللي كانت الاعمال ديالو مزيانه، الحمد لله كنا كنخدمو في سبته، كنت كنخدم كنعرف جميع انواع البشر، المافيات كنعرف، حيت السبته
سبت اخوتي خصك تكون مقطع الواقع، خصك تكون ما كانت مشاريع مخصرة عندك. مثلا كنت كنخدم مع الدراري كيسرقوا، الدراري كيخربقوا، كي عمري طولتي يدي شي حاجه شي واحد. كنكون خدام هايده كنشوف اخو كيضرب كوتيان شي واحد السلعه كيديها له هو معايا صاحبي، عمري يا اخي نسات شي بياسه هايده ما نديهالاش، عمري فكرت ديك الفكره نسرق ولا شي حاجه. الحمد لله رب العالمين ما كيخيب حتى شي واحد، اي واحد كيحقق له ربي اللي في نيته. المهم الانسان يكون غير بالنيه ديالو ما يخافش، واخا يوقع له مشاكل، واخا تعرف هذيك غير تجارب الحياه، وربي العالمين كيعمل لك تجارب في حياتك. مع الوقت عاد كتفطن باللي داك الشيء راه كان امتحان من عند الله. المهم اخوتي الحمد لله طلعنا وعملنا الوريقات ديالنا وهودنا وهودنا وهودنا، ودابا الحمد لله حنا بالوريقات ديالنا، وباقي بزاف القصص نعاودو لكم. راه هاد العبد الضعيف دازو عليه شي كشايف، دازو عليه لاس بوينس لاس مالس، يعني بزاف الحوايج نعاودو لكم. شنو هي داك الشيء؟ كل وقت كنا وباغي يكون عنده التوقيت ديالو، والفيديو وصل 25 دقيقة، ولكن رغم ذلك غنعاودكم حتى نسالي الفيديو. راه انتم كما كتشوفوا كيف بديتو عايدا نبداه وعايدا نساليه، ما غنعملو لا انترو لا يعني الفيديو غنحطو لكم كما نزلتو. وكنتمنى اخوتي هادشي تكونوا كتجربة، يعني الانسان اللي كان باغي يطلع وكان عنده الهدف ديالو يطلع، راه لا كتب له ربي يطلع غيطلع بديك الطريقة اللي مينواهاش. شحال من واحد كيعمل المحاولة الأولى والثانية والثالثة وباقي والو، يعني نهار اللي كيكتب لك الله شي حاجه راه غير كتبها لك. انا الحمد لله التجربه الاولى خدمت هذا، ما خدمتش يعني خدمت هذا، حيت انا سبته مساريها مزيان، وكنت طلع من بوارتو ديجا كنطلع ونعاود نطلع من بوارتو كنشوف الناس، يعني كنشوف الطرق، يعني انا داك الشيء هذاك خططت له قبل ما نعدلو. اقسم بالله اخوتي خارج في الحومه ديالي وانا كنعمل هايده في الحومه، كنودها الحومه غير بالشوفات، والبلان اللي كان عندي مخدم عارف، وداكشي اللي طبقته هو اللي كنت عامل. وربي العالمين انا كنقول لك عماهم ديك البوليس، ديك البوليس يعني دوزت انا في واحد العدد، يعني كتدخل في البوليسي الباب صغير غدوز غير انت بوحدك، دوزت بلايص سكان دوزت باسي، يعني تقريبا 20 بوليسي كانت تعمل اللي كيكونوا ببيبان تسمى محلولين اخوتي، ما كاينش اللي يوقف لك في الطريق. وهذه هي القصه ديالي اخوتي كيفاش طلعت من اسبانيا، وباقي ان شاء الله بزاف القصص نعاود لكم. وهادشي راه ديالي، راه كنعاود لكم القصه ديالي الحمد لله. 28 شهر 7 نو شهر 8 2007 طلعت، وكان ثلاثه لو رجعتوا للكالنداريو وتشوفوا 28 شهر 8 2007 غتلقاو جات الثلاثه، على حسب انا تحوست الخميس في الديوانه، الاثنين هوت باش نجيب المركوب، والثلاثه احرقت. الوالده مسكينه كنت عندي الدار، اقسم بالله اخوتي الدار عندي عامره بالبطانيات المانطات، عندي الدار عامره واحد البيت من القاع من الراس، كنت كنجيب السلعه ونخليها في الدار، كل اللي كيطلب لي المانطات كنجيبو ملو في العراسات وداك الشيء. المهم كنت كان عندي راس مالي في البلاد، الوالده قالت لي شوف عنبيع لك ديك المانطات وداك الشيء وغنصيفط لك فلوسهم. اقسم بالله اخوتي ما بغيتلاش، قلت لها لا داك الفلوس غير ديهم هذوك، وما السبب ديالي باش جيت لهاد الارض هادي. وصافي الحمد لله ودوزنا بزاف الحاجات، وربي الحمد لله ما كيخيبناش. وهذا هو القصه ديالي اخوتي، كنتمنى تكون يعني تكونوا تفرجتوا الفيديو من الاول لاخر. بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع العائله ديالكم، مع الاخوان ديالكم، مع اي واحد اللي يعني اللي غيشوف هذا المحتوى اللي كنعدل، يعني هذا الشيء اللي كنعدلو راه نتوما عارفين ديالي، ما كنطبقش شي حاجه شي واحد. الا كنت عندي شي حاجه يعني ناقصه، كاين الناس اللي واعيين وقامزين وقاريين الحمد لله كنتشاشر معاهم شي حاجه، ما نقدرش ننزل لكم شي حاجه من راسي وصافي، بحال شي واحد كينزلوا شي حاجه كيقول لك المحتوى شي واحد كيديوه له. المهم كل واحد حر. المهم اخوتي هذه هي القصه ديالي اخوتي من الاول للاخر، شكرا بزاف للناس اللي كتبعني وكتدعمني، والناس اللي كتصيفط لي في الواتساب وما كنجاوبهاش، راكم عارفين هضرنا في هذا الفيديو في واحد الفيديو اخر، يعني عذروني ميساجات كيكثروا، كاين بزاف الميساجات ما جاوبتش عليهم، ولكن الميساجات عمدا نعمل عليهم فيديو سواء نقول لهم فلان وفلان 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 شنو قلتوا لي ها شنو ها شنو ها شنو. المهم اي حاجه غنجاوبكم عليها. وهذا ما كان اخوتي، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وان شاء الله باقي بزاف الفيديوهات، وتهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم.